اليوم ان شاء الله عندنا فعاليه اي تريبل اي اكستريم، اكبر مسابقه برمجه على مستوى العالم. طبعا هاي المسابقه احنا بنشارك فيها للمره الثانيه على التوالي، شاركنا فيها العام الماضي، شاركنا فيها فريقين، اليوم احنا بنشارك في 6 فرق، والحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين. يعني هاي الشباب بتحاولوا، الصبايا بيحاولوا على اساس انه نرفع كود البرامج لحتى يعني نحصل ان شاء الله مرتبه منيحه. حاليا وضعنا خلينا نقول منيح، احسن من السنه الماضيه، وان شاء الله رب العالمين راح نقدر نحل كمان اسئله اكثر باذن الله. مده هذه المسابقه؟ هاي المسابقه بتمتد 24 ساعه، من الساعه 2 في الليل لساعه 2 في الليل، توقيت جرينتش الساعه 12، بتنتهي في الساعه 12. 24 ساعه كامله من الجلوبال بروجرامينج اللي هي البرمجه العالميه. احنا جينا هون الساعه 2 وان شاء الله ربعين مستمرين للساعه 2 باذن الله. احنا من امبارح هون في الجامعه من الساعه 2 بالليل مشاركين مسابقه اي تريبل اي اكستريم، هي مسابقه عالميه مشاركوا فيها كل دول العالم، مشاركين فيها 2400 فريق حول العالم. احنا مشاركين في حضوري 6 فرق، الحمد لله وضعنا منيح، الاسئله شوي صعبه بس الحمد لله احنا بنحاول نتعاون مع بعض حتى نحصل احسن العلامات. نعم، والاستفاده من هذه المسابقه اول شيء من نسقل شخصيتنا في كيف انه يكون لنا مكان ما بين الدول، ما بين ايضا الجامعات في حول العالم، انه نستفيد برضه من الاسئله اللي بعطونا، هي اسئله حول الحياه، احنا بنحاول نوجد حلول لهذه الاسئله او لهي المشاكل عن طريق البرمجه، بنفيدهم وبنفيد نفسنا. طبعا احنا موجودين هنا بالجامعه على اساس انه نشارك بمسابقه الاي تريبل اي اكستريم اللي هي مسابقه عالميه، طبعا تنظم بشكل سنوي بمثل هذا الوقت. طبعا احنا هون الجامعه يعني حقيقه يعني هي فرصه اني اشكر العماده عندنا، كليه الهندسه والدائره والعماده واداره الجامعه، لانها حقيقه بتوفرنا يعني فرصه منيحه لان نشارك بهاي المسابقات. والحمد لله يعني السنه الماضيه يعني مثلا حققنا يعني نتيجه منيحه، وان شاء الله برضه السنه هاي بالعمل الدؤوب بنحقق نتيجه طيبه. هنا احنا طبعا موجودين هنا بالجامعه وبالمختبر، بنشارك بالمسابقه من امبارح الساعه 2 بالليل، أو من اليوم الساعة 2 بالليل، ونظلنا للصباح الأحد الساعة 2 بالليل.